أطفالي الصغار، تحية طيبة. أما بعد، فقد أنهينا في الحصة الماضية موضوعنا عن التشهد والصلاة الإبراهيمية، وأتوقع منكم أنكم قد حفظتم التشهد والصلاة الإبراهيمية. سوف أعيدها معكم حتى تكرروها معي. التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. حسنا يا صغاري، سوف نبدأ في درس جديد، ولكن أريد معكم أن تفكروا معي. هيا نفكر سويا. ما الرابط المشترك بين الكلمات التالية: الأذان، الفاتحة، الركوع، السجود، التسليم؟ ها، هل فكرتم؟ أحسنتم. الرابط المشترك بينها أنها جميعها تتعلق بالصلاة. فاليوم درسنا أو عنوان درسنا أعمال الصلاة. سوف أتعلم أنا وأنتم أعمال الصلاة، ولكن قبل أن أبدأ أريد منكم أن تحضروا الكتاب جميعاً وأن تفتحوا معي على صفحة 33 حتى نرى أعمال الصلاة سوياً. نشاهدها في الفيديو ونشاهدها على الكتاب. هيا، هلا أحضرتم كتبكم وأقلامكم يا صغاري؟ حسنا، الآن قبل أن نبدأ بتعلم الصلاة مع زكريا، أريد منكم أو أريد أن أقول لكم استمعوا جيدا. قبل كل شيء، قبل الصلاة، تعلمنا في الفصل الأول طريقة أو تعلمنا خطوات الوضوء. صلاة المسلم لا تصح إلا بالوضوء. يجب على المسلم أن يتوضأ، وعلينا أن نستمع إلى كيفية تطبيق كل حركات، ويجب أن نطبقها بطمأنينة وهدوء، فلا نستعجل أبداً. هيا يا صغاري، افتح كتابك صفحة 33، اترك الكتاب قليلاً وانظر معي إلى زكريا. السلام عليكم يا أصدقاء، تبقى بضع دقائق قبل أذان الفجر، سنغتنم. من يذكرني صلاة الفجر كم ركعة؟ فقد أخذنا في درس الصلوات. الفجر ركعتان، أحسنتم. الظهر 4 ركعات، أحسنتم. العصر 4 ركعات، أحسنتم. المغرب 3 ركعات، أحسنتم. والعشاء 4 ركعات. إذن زكريا سوف يصلي صلاة الفجر ركعتان. هيا انتبهوا جيدا فقط معي. وهذه الفرصة بإذن الله لنتعلم معا كيفية الصلاة. كيفية الصلاة: لأداء الصلاة سنحتاج إلى سجادة ومعرفة. نعم، نحتاج إلى سجادة ومعرفة ماذا؟ فقد أخذنا
فيما مضى المسلم عندما يريد أن يصلي يجب أولا أن يتوضأ، هذه اتفقنا عليها، وأن يحضر السجادة، ولكن هل سيضع السجادة في أي مكان يحلو له؟ اليوم أريد أن أصلي إلى في جهة اليمنى، غدا سوف أصلي إلى جهة اليسرى، وهكذا. هل هذا هو تصرف صحيح؟ ولكن ديننا الإسلامي أمرنا بأن نتبع القبلة، والقبلة هي اتجاه الكعبة. في كل بيت تختلف القبلة عن البيت، حتى في غرف النوم أو في غرف البيت تختلف القبلة من غرفة إلى أخرى. وأريد أن أساعدكم، إذا أردتم أن تعرفوا القبلة في الغرفة أرجو منكم أن تسألوا والديكم، فهناك تطبيق يمكن أن ننزله على الهاتف يساعدك على اتجاه القبلة، وهي عبارة عن بوصلة. دعوا والدينا يرينا كيف نستطيع إيجاد القبلة في المكان الذي نريد أن نصلي به. اتجاه القبلة. إنه آذان الفجر، هيا نجهز أنفسنا لنتعلم كيفية الصلاة. بعد الوضوء نستقبل القبلة ونقيم الصلاة كالآتي. إذن زكريا طبق الشروط، أولا سمع آذان الفجر فقام ليصلي، ووضع سجادة الصلاة باتجاه القبلة، ولكن قبل أن يبدأ بالصلاة ذهب وتوضأ. إذن توضأ ثم استقبل القبلة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ننوي الصلاة ثم نكبر تكبيرة الإحرام. الله أكبر. إذن يا عزيزي انظر معي إلى الكتاب. 1. أستقبل القبلة وأنوي الصلاة. إذن مثل ما فعل زكريا، توضأ، وضع السجادة باتجاه القبلة، ونوى الصلاة. زكريا يريد أن يصلي صلاة الفجر. النية في القلب، النية يعني أنا أريد أن أذهب إلى الصلاة وأصلي. نوى الصلاة ثم رفع يديه بجانب أذنيه، وماذا قال؟ الله أكبر. جميعنا ضع يدك على الكتاب وانظر إلى رقم 1، أستقبل القبلة وأنوي الصلاة، ثم أرفع يدي بجانب أذني وأقول الله أكبر. أكمل معي، اترك الكتاب وارجع إلى زكريا. نضع اليد اليمنى فوق اليسرى ونقرأ دعاء الاستفتاح سرا. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. نقرأ سورة الفاتحة. إذن زكريا ماذا فعل؟ وضع يده اليمنى فوق يده اليسرى. يدك اليمنى أين هي؟ هي التي تأكل بها وتفعل بها كل شيء. سوف أضعها فوق اليد اليسرى. عندما وضعها قال دعاء. ما هو هذا الدعاء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ارجع إلى الكتاب، النقطة الثانية في صفحة 33. بعد أن قال زكريا الله أكبر، بعد التكبير أضع يدي اليمنى على اليد اليسرى، اتفقنا، اليد اليمنى التي آكل بها، وأنظر موضع سجودي. انظر إلى الطفل في الكتاب صفحة 33، هو ينظر إلى موضع السجود أي يخشع، لأنه هو الآن بين يدي الله ويحدث الله ويتكلم معه، يجب أن يحترم ويوقر المكان الذي هو به. وقال دعاء ولكن في سره، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. الآن زكريا بعد أن قال الدعاء بدأ بقراءة سورة الفاتحة
وما تيسر من القرآن. زكريا، في كل ركعة يجب أن يقرأ سورة الفاتحة، وأنتم أيضا في كل ركعة يجب أن نقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بعدها نكبر ونركع كالآتي: الله. بعدما أنهينا أنا وزكريا قراءة سورة الفاتحة وقراءة سورة من القرآن الكريم، يجب أن أركع. قبل أن أركع أقول الله أكبر ثم أركع. ما هو الركوع يا ترى؟ وكيف نحرك جسمنا كي نقوم بفعل الركوع الصحيح؟ انظر إلى زكريا ماذا سيفعل. الله أكبر، نقول أثناء الركوع سبحان. انظر إلى زكريا كيف هو يقف، وضع يديه على ركبتيه ورأسه إلى الأسفل، ثم قال: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. إذن في الركوع أقف في هذه الطريقة بحيث أضع يداي على ركبتاي وأقول 3 مرات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نرفع من الركوع ونقول: نرفع من الركوع ونقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. أي نحن هنا عندما أنهينا الركوع، وفي أثناء ركوعنا عندما وضعنا يدانا على ركبتانا وقمنا بثني ظهرنا للأسفل، قمنا بقول سبحان ربي العظيم 3. الآن عندما أنهيت سبحان ربي العظيم، رفعت رأسي إلى فوق وقلت: سمع الله لمن حمد، أي أن الله سبحانه وتعالى يسمع للإنسان الذي يحمده ويشكره دائما. فنحن هنا في مكان نحمد الله ونشكره، الحمد لله، ربنا ولك الحمد. افتح كتابك يا عزيزي، ارجع إلى كتابك، صفحة 34، النقطة رقم 3: أركع قائلا. انظر إلى الطفل يضع يداه على ركبتاه ويحني ظهره ويقول سبحان ربي العظيم 3. في النقطة الرابعة أرفع رأسي من الركوع قائلا. هيا امشوا معي، رقم 4، 3 أنهيناها، 4 أرفع رأسي من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الآن ارجع معي عند زكريا، بعدما أنهى زكريا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الآن هناك خطوة جميلة وهي السجود. انظروا: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، نكبر ونسجد الله أكبر ونقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. إذن في السجود وضعنا، انظر معي هنا إلى زكريا، وضع رأسه بين يداه، جبينه وأنفه يلمسان الأرض، وانظر إلى طريقة الرجلين، فهو يثني أصابع قدماه، وماذا يقول في السجود؟ سبحان ربي الأعلى. لا أريد منكم أن تدمج، ما تخرب.
في السجود نقول سبحان ربي الأعلى 3، وفي الركوع نقول سبحان ربي العظيم 3. الآن قم، هيا أريد منك أن تطبق الركوع والسجود، هيا بنا. قم بتطبيق الركوع معي يا صغيري. يا صغيرتي هل تسمعونني؟ الركوع، ضع يداك على ركبتاك، هيا قم طبق معي، احني ظهرك، ثم قل معي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أحسنت، يجب أن تقولها 3 مرات. بارك الله فيك، هذا الركوع. هيا نقم بالسجود، انزل، ضع ركبك على الأرض، يداك على الأرض، رأسك، أنفك ورأسك، جبينك يلمس الأرض، أصابع قدماك يلمسان الأرض. قل معي سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، 3 مرات. صغيري أنت هنا في السجود، ارفع نفسك، سوف نقوم نجلس قليلا، تعال معي وانظر إلى زكريا. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. نرفع من السجود ونقول، نرفع من السجود ونقول رب اغفر لي ولوالدي. السجود ليس كالركوع، الركوع مرة واحدة، السجود مرتان. في المرة الأولى أقول سبحان ربي الأعلى 3، أرفع نفسي، أعتدل في الجلسة وأقول رب اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي، ثم أرجع وأسجد مرة أخرى. 3 مرات، الله أكبر. نسجد مرة ثانية، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الآن هكذا كنا انتهينا من الركعة الأولى. أريد منكم يا صغاري أن تعلموا شيئا، عندما كنا نصلي أنا وأنتم في المدرسة في بعض الأيام، كنت أرى البعض منكم يتحدث ويتلامز ويضحك في أثناء الصلاة، ولكن لا يجوز أبدا في الصلاة أن نتكلم وأن نتحدث. نحن الآن بين يدي الله تعالى، بين مكان طاهر جميل، نتكلم مع الله ونؤدي صلوات. لا يجوز أن ننادي على أحد أو أن نصرخ نريد أن نأكل شيئا ونرجع نكمل الصلاة، أبدا. يجب أن نكمل تسلسل الصلاة كما هي. هيا نكمل مع زكريا الركعة الثانية. انظروا، زكريا أكمل صلاته ولم يقم ولم يتكلم ولم يتحدث، لأنه لا يجوز في الصلاة. الله أكبر، لقد أنهينا الركعة الأولى، هيا نكرر نفس الخطوات في الركعة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم نقرأ ما تيسر من القرآن وفيها. إذن هنا زكريا يقوم بنفس ما فعل يقوم كما فعل مرة أخرى. هذه الركعة سأقرأ سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بعدها إذن زكريا كرر ما فعل في الركعة الأولى مرة أخرى في الركعة الثانية. أريد أن أسألكم، أنهى زكريا
سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن. الآن ماذا سوف يفعل؟ سوف يركع أو يسجد؟ تذكر الركوع والسجود في الصلاة، أيضا هناك تسلسل: ركوع سجود ركوع سجود. إذا الآن زكريا سوف يركع، وماذا سوف يقول في الركوع؟ من يذكرني؟ أحسنتم، سبحان ربي العظيم 3 مرات. نكبر ونركع كالآتي: الله أكبر. نقول أثناء الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نرفع من الركوع ونقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. إذا هنا نرجع مرة أخرى بعد الركوع، دائما يجب أن لا ننساها، نرفع من الركوع ونقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. نكبر ونسجد: الله أكبر. ونقول: في السجود ماذا نقول؟ سبحان ربي الأعلى، 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 الله أكبر. نرفع من السجود ونقول: ربي اغفر لي. تذكر أن تدعو لنفسك ولوالديك: ربي اغفر لي ولوالدي. 3 مرات: الله أكبر. نسجد مرة ثانية. إذن في السجود مرتان، في الركوع مرة، في السجود نسجد مرتان، وفي الركوع نركع مرة. في السجود انظر إلى الطريقة الصحيحة التي يجب أن تقوم بها في أثناء السجود، وماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى 3 مرات. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. نقرأ التشهد الأول والأخير: التحيات لله والصلوات والطيبات. إذن هل تذكرتم متى أو أين سوف نقول التشهد والصلاة الإبراهيمية التي تعلمناها؟ التشهد نقولها قبل الصلاة الإبراهيمية، ونقولها في الركعة الثانية. زكريا صلى الركعة الأولى وهو الآن في الركعة الثانية، وعندما أنهى سجوده الثاني قال التشهد، ومن ثم سيقول الصلاة الإبراهيمية. ردد معي التشهد والصلاة الإبراهيمية. أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم هنا عندما قال زكريا التشهد والصلاة الإبراهيمية هكذا ينهي صلاته، ولكن لا يجب عندما ننهي صلاتنا أن نخرج هكذا. أنت في العادة عندما تريد أن تخرج من مكان ما تسلم على أصحاب المكان، فكيف أنك هنا تتحدث مع الله سبحانه وتعالى بعد أن أنهينا التشهد والصلاة الإبراهيمية؟ يجب أن نسلم. طريقة التسليم الصحيحة زكريا سوف يقوم بها: يلف رأسه إلى اليمين ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم إلى جهة الشمال أو اليسار: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هكذا زكريا أنهى صلاة الفجر ركعتان، سلم وانتهى. وأنا مني أريد أن أنصحكم نصيحة: عندما تنهي الصلاة ابق في مكانك، إلزم مكانك واستغفر لعل الله يغفر ذنوبنا، وقل قولا أو ذكرا يحب الله تعالى. فنحن يا ثاني الآن أصبحنا في العمر المناسب الذي يجب أن نتعلمه. فقد قلت لكم سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علموهم على 7 واضربوهم على 10. فأنتم الآن
في الوقت الذي يجب أن تتعلم فيه، ولكن رسول الله حليم رحيم بنا، لا يأمرنا أن نضرب أطفالنا، فنحن لن نضربكم، ولكن ممكن أن نحاول أكثر فأكثر حتى نساعدكم أن تلتزموا في صلاتكم. أدعو لي ولكم بأن يثبتنا الله وأن نلتزم في صلاتنا. أريد منكم أن ترجعوا معي إلى الكتاب صفحة 35، انظر معي إلى النقطة السابعة. هيا جميعا، هل رجعتم إلى الكتاب؟ هيا أنا أنتظر أن تمسك الكتاب. 7، أسجد قائلا سبحان ربي الأعلى. 3، 8، إذا هنا عندما أنهى السجود الثاني وقام ليصلي الصلاة التشهد والصلاة الإبراهيمية في رقم 10. 11، اقلب الصفحة صفحة 36، أسلم على اليمين قائلا السلام عليكم، أسلم على الشمال قائلا السلام عليكم. أتمنى منكم يا صغاري أن تطبقوا مع زكريا الصلاة حتى نبدأ أن نتعلم أكثر فأكثر. وأيضا هناك واجب عليكم حل تمرينات صفحة 37، حاول لوحدك ثم اجعل من حولك يساعدك. صفحة 37 أكرر مرة أخرى، قم بحلها. وصفحة 38، وسوف أرسل لكم الإجابات لاحقا حتى تتأكدوا من صحة الإجابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.